شو لوين راحة؟ شيء نعم. مرحبا طارق. أهلين أمر. الله يرضى عليك حبيبي، جيب لك الشيء وبكره الصبح برجع لك بالعمل. ما بتلف طوال عادي هل؟ شو نحن ولو عمو، هي أنا أول مرة. أنت وأخواتك طلعتونا، إيش بدنا نصرف عليكم كمان؟ إيه طول بالك، هو أنا أول مرة، بعدين بكره الصبح برجع لك بداله ولو. طيب بستنى لشوف. بستنى، لا تقول لأمي، على هيك تجيبوا دعائي. خلاص فهمنا. تعمل لي كفين يلا. يا مو يا مو شوفي شنو هو هذا؟ جارنا مروان. شو بده؟ عاد بده رغيف عيلة لبكره وبيجيب غيره. يا حبيبي، انه ثاني مرة يروح يشتري، هيك بدهم يمطوها صوت على الحارة، يروح تنزيل ان شاء الله. يا عم فضحونا بهستيريا العملية والأمة، الحارة كلها دري، يا عم بيحرموا الواحد يستعير رغيف خبز، لك شو فيها؟ لك المثل بيقول الجار لو جار ولو جار، يا عم هو جار، هي رغيف. أهلين جار، يسلموا إيديك، أهلين يا بطل. جار؟ عم اقول لحالي يعني معقول هيك جاي وماشي حطوك على شي شغله هيك يعني؟ يا حبيبي شحاد ومشارف. نحن بامرك حال، نحن بامرك. شو طابخين اليوم؟ ملوخيه بجاج. حط لي شوي رقاش بيضه طيبه. جيت انا وماشي حال. طيبه كثير جني يعني، بتاكل اصابيعك معك. يعني باطل محول تفضلت. سلامتك خال، ما عم اقول شي يعني، عم اقول يعني حطلي شوي لشوف لدوقة اذا طيبة. بتعلمني على العود؟ بعلمك على الطبل كمان. طيب بتعلمني رسة ستي؟ ستك وجدك وكل العيلة، خلصني. طيب ليش عم تتنكت؟ ما عم اقول شي، عم اقول نحن امرك خال. طيب اسمع، بجيب لك صحن ملوخية ملال لحمة، اذا بتغني لي غنية. هلا؟ ايه هلا. ايه بس على صوت واطي. قبلان على صوت واطي. لعن ابو الجوع شو بيساوي. شو 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 غني يا تقبرني، طالع نازل غني لي برغيف بفكره شاريني، صحن ملوخيه جنني وبخش لي وقبقب لي بدني، لك حل عني ولا تجنني يا تقبرني، لك شو 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 غني يا تقبرني، طالع نازل غني برغيف بفكره شارين، صحن ملوخيه جنني وبخشني وقبقب لي بدني، لك حل عني ولا تجنني يا تقبرني. عمو مروان، عيون عمو مروان، يعني انا بصير مثل فريد الاطراش؟ لكن 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 واحسن كمان. استنى شوي واحلى صحن ملوخيه. استنى شوي. تفضل عمو. يا سلام، شو هاد؟ شي طيب كتير. تفضل يا بي. يعني حلوة هيك؟ ادق على جيران مشان تشحد من عندهم شوية أكل بنص الليل. ما بدي شي، طلعت روحي لو حصلت عليهم. شو؟ شو قلتوا؟ لا؟ عم قول يا سلام. شو بالظاهر كتير طيبين لحتى عم تلمض كل هالقد؟ ايه كتير.
يا ولد هات لشوف دوقني لقمة. مو قلت انك شبعان؟ بلا انا شبعان يعني، بس بدي ادوقهم لشوف هالشغلة محرزة هالحفلة اللي عاملها.